الفطار، انا اقصد بلاش ولا غدا ولا فطار. خلاص يا ماما هخليها على العشاء. يا ماما يوه ما عمر كمان بياكل اندومي يعني اشمعنى انا؟ ايه ده؟ هو عمر فين صحيح؟ الله يا طاط ظريفة، ده انت حريفة قوي. هو انا ممكن اعمل اللي انت بتعمليه ده؟ مش هتعرف، روح اتفرج اجري على التلفزيون. لا استني غير مرة واحدة بس، مرة واحدة بس استني. مالك يا عمر انت بتجري كده ليه؟ وفين ظريف؟ متغطية جوه ونايمة شوية، تعبانة تعبانة. انت بتعملي ايه يا فريدة؟ بيت مجسم من البسكويت، بيت من البسكويت والناس بقى اللي جواه هذا من ايه؟ الملابس البنبلي؟ لا يا خفيف، ده موقع اسمه بسكوليت عامل مسابقة لأحسن بيت مجسم من البسكويت، وعامل كمان جايزة للي هيكسب 100 كرتونة بسكوت. ياه 100 كرتونة بسكوت؟ انت بتتكلمي جد يا فريدة؟ والله يا ماما ده انا اصحابي كسبوا قبل كده كراتين مصاصات من الموقع ده. طب انا ممكن اعمل بيت بسكويت واشترك وادخل المسابقة؟ طبعا يا عمر عادي، روح انت هات بس بسكويت واجهز للبيت. قشطة. على فين يا سيدي يا عمر؟ انت بتجري كده ليه؟ هما بيفرقوا زيت وسكر في الشارع ولا ايه؟ زيت وسكر ايه ده اللي هيفرقوه؟ دي موقع النت عامل مسابقة لأحسن بيت مصنوع من البسكويت. استنى بس يا سيدي، ما قلتليش مين اللي داخل معاك في المسابقة ديت؟ فريدة. سيدي فريدة؟ تبقى دي المسابقة اللي سيدي فريدة قالتلي عليها انها لو كسبت فيها هتديني الفستان بتاعها. يا لهوي لو سيدي عمر كسب. A few moments later. معلش بقى يا سيدي، بكره يعملوا مسابقه وابقى تدخل فيها. ده لسه بعد سنه يا مستعد، المسابقه دي سنويه يعني بيعملوها كل سنه. انا هموت وانا بس مين اللي وقع لي البيت.
النهارده. يا ترى اسم الشركه اللي عامله المسابقه ايه؟ وخدتوا بالكم مين اللي وقع البيت؟ اكتبوا بسرعه وقولوا لنا الاجابه. انا بشكر اصدقائنا رنا ياسر وسلمى محمد وبسمله احمد وحوريه عمار ومريم هاني. ما تنسوش اعملوا لايك للحلقه دي، واللي ما اشتركش في القناه يشترك بسرعه. وسلام. طبعا يا عمر عادي، يلا انت روح بقى. طبعا يا عمر هقعد شكل شهيوه من بسكويت ولا البيت مكون من البسكوت؟ لا احسن.